أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز التبرع بالأعضاء لإنقاذ شخص آخر؟ التبرع بالأعضاء يجوز بشرطه إذا لم يلحق المتبرع ضرر واضح يؤثر في حياته، وإذا حصل الرضا منه أو من أوليائه، فقد يكون بعد الوفاة مباشرة، فيشترط الرضا من أوليائه أقاربه كالأب والابن والأخ ونحو ذلك. فإذا توفر الشرطان في نظري جاز أن يسعف أخاه بشيء من أعضائه.